السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد هنعمل فيه فانوس ايكيا في 5 دقائق، هنسميه فانوس ال5 دقائق. الطريقه سهله وبسيطه، تعالوا مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده اول يوم رمضان، رمضان كريم. تعالوا نشوف بقى احنا عملنا الفانوس الجامد قوي ده ازاي. اول حاجه بقى كده معايا هنا بكره شكرتون، برطمان ازاز نظيف ومغسول، وغطيان بقى، اي غطيان عندك تكون الاحجام بتاعتها فوق بعضها زي ما انتم شايفين، يعني اكبر في اصغر في اصغر زي ما انتم شفتوا كده. بنضف البرطمان بتاعي وبنشفه كويس قوي، بجيب الشكرتون وابدا الزقه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وهعمل جزء خلف ده يعني علامه زائد كده. وهلزق كويس. هضغط هنا كده علشان خاطر اللزق يدخل لجوه، ما يفكش يطلع لبره، يفك لي باقي اللزق بتاعي. هاجي هنا بقى على مكان بعد ما خلصت كده اللزق، المكان اللي هو النهاية بتاعة كل شريطة، بلف عليها جام داير ما يدور كده عشان خاطر الشكل بتاعي يبقى أحلى، وفي نفس الوقت أداري أي عيوب طالعة من اللزق. دلوقتي هبدأ بقى أجيب البرطمان، الغطا بتاع البرطمان ده، غطا علبة كريم، ده غطا علبة إزازة بيتراك، غطا علبة عسل. المهم ان يكون كل غطاء اقل من اللي وراه بحاجه بسيطه عشان يديك الشكل كويس، يبقى فيه نسبه وتناسب بينهم وبين بعضهم. وبعدين هبدا اغلفه كده بالشكل ده باللزق كله، ولا دهان ولا اي حاجه من دي. الموضوع هيحكي لك 5 دقائق ان شاء الله. يعني خلاص كده لزقت كله اهو زي ما انتم شايفين، وادي كمان البرطمان بتاعي اهو، بغطي بالغطاء بتاعه الاساسي عشان خاطر ده اللي هحط فيه الشمعه. وهبدا بقى ارص كده عشان اوصل للشكل اللي انا حباه. دلوقتي هشغل بقى الشمع بتاعي وهبدا الزقهم كلهم على بعض، غطا اصغر في اصغر في اصغر، وبعدين هلزقهم بقى على ارضيه البرطمان نفسها بالشكل ده، وده الشكل النهائي بتاعنا. هكمل انا بقى التاني وهلزق بنفس الطريقة اللي انا لزقت بيها قدامكم قبل كده. ولو في عندك برطمانات الغطي بتاعتك او الغطيان اللي عندك مربعة هتبقى احلى كمان في الشكل، وهتديكي منظر اللي هو الفانوس اللي هو بيتباع في الحسين. ده غطا ازازة برفان عندي، هلزقه في الاخر بالشكل ده عشان يديني الشكل النهائي. انا كنت حاطه غطا علبه لبن وغطا عسل والبيتراك وعلبه كريم، ده الشكل خلاص خلصناه وبس كده. دي وحده اضاءه بتيجي من اي مكتبه، الواحده ب5 جنيه تقريبا، سهله جدا وبسيطه وبتدي شكل رائع وسعرها مش مكلف بمره. بصوا بقى ده النهائي بتاعنا، حاجه في منتهى الشياكه. والله انا عملت النهارده اول يوم رمضان، كنا صايمين وعملت واحد ما خدش في ايدي 5 دقائق، اللي هو الكبير اللي انتوا هتشوفوه في الفيديو في الاخر. بس الفكره بتاعتنا سهله وبسيطه مش مكلفانا اي حاجه، بكره شكرتون ب5 جنيه، والبرطمانات الازاز كلها موجوده عندنا في البيت، بدل ما ترميها استفيدي بيها واعملي بيها ديكورات حلوه قوي لشقتك ولبيتك. ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير. حبيت اسجل فيديو عشان يبقى له ذكرى معايا حلوه، النهارده اول يوم رمضان، والساعه دلوقتي بالظبط 9. طبعا سمعتوا الهيجان اللي في الشارع. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واسيبكم في رعايه الله. ولو لاول مره تشوفوا القناه ما تنسوش في اللايك والاشتراك او سبسكرايب، وتضغطوا علامه الجرس عشان اي جديد يوصلكم ان شاء الله. اسيبكم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جد بجمالك.
أو